تعالوا النهاردة أعرفكم على أحسن محل مستلزمات حيوانات أليفة في القاهرة وبالأخص في المقطم. العنوان شارع 9 مرة 13 بجوار قهوة السكرية. Hi, this is my dog Sumi. Today I'm gonna take her to show you this amazing place. Follow me. احنا فاتحين بقالنا سنة ونص، كسبنا فيهم ناس من داخل وخارج المقطم، عشان كده وفرنا لكم التوصيل في كل حتة داخل القاهرة، وجبنا البضائع اللي الناس بتحبها والناس بتفضل. وعشان دي هوايتنا مش شغل، عاملين عيلة صغيرة على الواتساب بننزل عليها عروضنا، ولو عندكم اي سؤال نقدر نساعدكم، لان احنا مش بس محل، احنا بنوفر لكم كل المعلومات اللي انتم محتاجينها. كان لازم نكون متميزين في حاجة طبعا، ده غير الأسعار الكويسة والمنتجات الكتير. حبينا نختص في البغبغانات، والحمد لله استمرينا وجبنا أشكال وأنواع مختلفة من البغبغانات بمختلف الأعمار. هتاخد بغبغان بأحسن صحة ممكن تجيب بيها بغبغان المكان. وطبعا لو أي حاجة كنت محتاجها ومش عندنا، مع إنه صعب شوية، إلا إن احنا بنحاول نوفرها لكم في ساعتها. البغبغانات اللي هنا تقدروا تدخلوا على البيج، هتلاقوني منزله لكم معلومات اكتر عن كل بغبغانات بمميزاته وازاي تتعامل معاه وتربيه في البيت. خلصت يومي عند أوبتس وجبت البغبغانات الحلوة دي والشنطة، وبفكركم ما تنسوش الهدايا اللي عندهم.